مركز الأمراض الوراثية أدخل مؤخرا خدمة جديدة وهي الفحص الجيني قبل انغراس الأجنة بهدف إنجاب أطفال أصحى لا يعانون من أمراض وراثية وتشوهات خلقية، كما جلب المركز مؤخرا ولأول مرة على مستوى المنطقة دواء جديدا للمصابين بضمور العضلي الشوكي الوراثي الذي يسبب بتشوهات أو يقوم بتشوهات في العظام أو يؤدي إلى الوفاة. نعم، هذا وما تم الكشف عنه في المؤتمر العالمي السابع للأمراض الوراثية والذي سلط الضوء على أهمية الفحص المبكر قبل الزواج، إضافة إلى الطرق التشخيصية والعلاجية التي طرأت في حقل الأمراض الوراثية. سيدات سينجبن أطفال أصحاء بعد إدخالهم في خدمة الفحص الجيني قبل انغراس الأجنة في مركز الأمراض الوراثية. أعرف شنو المعاناة اللي يعانيها يعني أهل الطفل قبل يكون الطفل نفسه، مستقبلاً شلون حياة الطفل، وكنا نشوفهم بالمستشفيات وكنا نحس فيهم. فيعني التطورات اللي حاصلة والأشياء اللي قاعدين يعملونها الحين الشباب يعني شيء فعلاً نفتخر فيه. عندنا الآن تقريباً 4 سيدات وضعنا لهم البويضة السليمة إن شاء الله، وإن شاء الله ينجبون أطفال سلام. كانوا يعانون من قبل، عندهم أطفال أمراض دم وراثية، تشوهات خلقية. دولة الكويت من أوائل الدول في المنطقة التي جلبت مؤخرا دواء جديد لعلاج ضمور العضلات الشوكي والذي ينتج عن زواج الأقارب. 36 شخص تلقى هذا الدواء لتفادي الإصابة بالإعاقة الحركية أو قد تصل إلى الوفاة. لما أقول لك إن الإبرة الوحدة تكلف 126,000 دولار، والدولة قاعدة توفره لأي طفل كويتي مصاب بهذا. طبعاً بالخارج ملايين كان يكلف الدولة. عندنا زواج الأقارب عالي، وعندما مجتمعات قبلية فلما يكون التزاوج من الأقارب راح تطلع الأمراض هذه، لأن أشخاص حاملين لعوامل وراثية متماثلة. أي تحليل وراثي لا يرسل حالياً إلى الخارج بفضل وجود وحدة تحليل الجينات الوراثية، بعض مهامها فحص من لديهم استعداد وراثي لحمل جين سرطاني. إذا أثبتنا أن عندهم حاملين الجين اللي يسبب السرطان، يكون عندهم احتمال أن يصير فيهم لستة من السرطانات، مو بس نوع واحد. ممكن يصير عنده، ممكن يطلع على سن أصغر. لما يطلع ممكن احتمال ممكن يكون من النوع الشرس، ينتقل أسرع. وإذا تكلمنا، احنا تكلمنا عن شيء وراثي، ففي أشياء تترتب على المريض نفسه، وأشياء تترتب على أخوانه وخواته حتى لو ما فيهم سرطان، وعلى العيال طبعا. ومن البرامج الجديدة برنامج تسجيل التشوهات الخلقية لمركز الأمراض الوراثية. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.